يعني كل حاجة وضحت قدام حضراتكم، يعني من الكابتن شطة نفسه ما يعني ما رضيتش أضغط أكتر من كده في الأسئلة، لأن كل حاجة باينة، كل حاجة باينة. أنا قلت الريحة بدأت تبقى وحشة، الريحة نفسها بدأت تبقى وحشة، بدأت توصل لنا هنا، مش حلوة، مش حلوة. يعني احترموا إن في ناس بتفكر، بس احترموا إن في أطفال بتفكر. لو أنت جيت لطفل صغير كده، أنا ابني صغير لسه يعني عنده ما كملش 14 سنة ولا 12 سنة، بيقول لي يعني إزاي ياخدوا قرار الصبح وبعدين بالليل ياخدوا قرار تاني؟ باينة قوي، باينة قوي يا بابا إن هم يعني بيعملوا كده عشان تسكتوا، والأهل ما بيسكتوش ولا يسكتوا، خصوصا في بطولة كبيرة. يعني نعيد الماتشات مفيش مشكلة خالص، اثبتوا إن الحكام خدوا رشاوي مفيش مشكلة خالص، وقطع لسان اللي يقول على الأهلي أي حاجة خالص، الأهلي مش محتاج، الأهلي سيد أفريقيا، الأهلي هو اللي عامل لكل حاجة طعم. كفاية. طيب يلا.